تتبعهم العباسيون إلى ولاياتنا بالقتل، فاستقبلناهم وحميناهم، فكان جزاؤنا أن غدروا بنا. هذا المكان لا يتناسب مع نقاش مثل هذا. سأمر بك الليلة قبل عودتك إلى بغداد. يتبين ماذا؟ أخوك قتل أبناء عمومتي، قتل المستجيرين به، قتل أصهارك أيها البائس الجبان. فهم؟ أما إن كنت قد جمعتنا مولاي من أجل المشورة فإنني أرى. بل هي الأولى يا ابن المغيرة، واحرص بنفسك على تبليغ كل المساجد في كل البلاد. والله يا أبا كريب لا أدري ماذا أقول، كنت أنتظر اليوم الذي يأتيني فيه أحدهم ليخطب ابنتي علياء. الملك يبقى ملكا، وإن كنت جاهلا بأمور الملوك فاسأل سيدك، أبقى علينا تكرما ورحمة. وماذا بيدي لأفعله الآن؟ ماذا؟ سأعتبر كلمة الآن كفيلة بتهدئتي. إن لم تعقلوا هذا الأمير وتعيدوه إلى رجده سنهدم القصر عليه. يمنع عنا خراج إمارتنا ويرسل إلينا الهدايا، يا له من كريم أعطى. منذ أن تزوج أجيلاس بات لا يبيت عندنا كما كان يبيت من قبل، صحيح أم لا؟ صحيح. الزواج يا له من محظوظ. زيدان، أنت لو مكان ستبيت هنا؟ لا، لن أفعل، أترك الوجه الصبوح وأنظر إليك أنت بشاربك هذا ليلا ونهارا، لن أفعل. الآن لم يعد يعجبك شاربي يا صاحب الوجه الصبوح. من يتحمل غباءك مثلي؟ أنسيت؟ لم أنسى شيئا، وأنا لست بغبي، ولكنني أحببت صحبة أجيلاس وأفتقده بعدما تعودنا عليه. معك حق، فأنا لم أكن أظن أني سأعتاد على صحبة مسلم وآنس له مثلما حدث لي مع أجيلاس. أتعلم يا أمروز؟ ماذا يا زيدان؟ أظننا ظلمنا المسلمين وحكمنا عليهم بالسوء بعدما حدث لنا في بلادنا على يد عاصم ورجاله. اسمع يا زيدان، والله إني لأرى فيك طيبة هي كنز لمن يرى. الضرب المستقيم ليس بمستقيم، والمسلم ليس بمسلم. ها. ماذا تعني يا أبروز؟ أهي عجية؟ لا أيها الغبي، إنه كلام القاضي جميل. أنا لست بغبي، وكيف يكون المسلم غير مسلم؟ اسمع يا زيدان، أنا لا أعرف كيف قالها القاضي، ولكني ما فهمته أن المسلم الذي لا يطيع الله ليس بمسلم. اسمع يا أمروز، والله إني لا أرى فيك طيبة هي كنز لمن يرى. قل لي يا أمروز، ماذا تحب أن تأكل الآن؟ أي شيء عدا الصيد، ليكن سمك. يا لك من جبان لا نفع منك، إنك عار على هذا السيف، اتبعان. We'll be right back.
أقسم بدماء زوجي وابني وأخواي، أقسم برب الأرباب وكل المقدسات، لن يهنأ لي عيش أو تقر لي عين حتى أعلق رأسك ورأس كل مسلم تقع يدي عليه على باب عبيدي. نحن وأنتم عبيد الله، لا نملك من أمرنا غير ما نقوله ونفعله، أما أجسادنا فلله، الله ربنا وربكم يفعل بها ما يشاء. قل هذا حين تصلب عارياً والغربان تنهش عينيك وأذنيك ويتعفن جسدك النتن تحت لظى الشمس الحارقة. منقوع الثوم بزيت الزيتون وجني النحل مع مستحلب الصبار 3 أيام، علاج يدك المصابة. ومن قال بأنني بحاجة إلى هرطقاتكم الطبية؟ الوهن والألم ثم الحكاك، وبعد ذلك حمى وخدر، وإذا صارت إلى هذا كان البتر أو الموت البطيء المؤلم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لما لا تنقذها من الموت وهي تريد أن تفعل بنا ما سمعت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس. قل لي يا ابن الأشعث، كيف حال الجيش؟ الجيش في أحسن حال، أريده جاهزاً ومستعداً. علمت أن مولاي سيضع حداً لاعتداءات الروم على البلاد وسيؤدبهم. لم أسألك عن الجيش من أجل هذا، وهل من مهمة لنا أولى من هذه؟ الناس ما فتئت تستنجد بنا من الفتك بهم على طول حدود البلاد. وكيف نحارب عدو الخارج والبلاد لم تستقر لنا بعد؟ فمن يقصد مولاي؟ عبد الرحمن. ونترك أعداءنا يقتلون أهلنا ويستبيحون حرماتنا ونحن هنا قاعدون؟ إلزم حدك يا ابن الأشعث، تذكر من تخاطب ولا تختبر صبري. أنا لم أنسى من تكون يا أمير المؤمنين، لكنني قائد جيش نذر نفسه للدفاع عن الإسلام والمسلمين أينما كانوا. المسلمون الذين يقتلون هناك كبارهم يهانون ونساؤهم تسبى وأطفالهم تذبح، ونحن هنا
نصم آذاننا عن صرخاتهم التي تقتلع قلب من له قلب. والله لم يغمض لي جفن وأنا أنتظر أن يستدعيني مولاي أملاً أن أنتصر لهؤلاء، فإذا بي أجده يرسلني إلى أخوتي في الدين أقتلهم أو يقتلونني فنكب جميعاً في النار. لولا ما سبق منك ولولا صدق قولك لكذبتك في النار بنفسي على تجرؤك علي. غادر مجلسي ولا أراك بعد اليوم. يا أمير المؤمنين، لو تأخر هؤلاء عن مال طلبته منهم فهل كنت سترحمهم؟ فلما تتأخر عليهم والسيوف تقطع أجسادهم؟ صقر، أننا نحقن الدماء التي سيسفكها أخي بسبب غطرسته وعناده، وسيكتب التاريخ أن قائد حرس القصر جنب بلاده الويلات وحقن دماء المسلمين. وسيكتب أيضا بأنه خان من ائتمنه على حياته. بل هو من خان قومه وبلاده وجنده حين زج بهم في أتون حرب طاحنة دفاعا عن جنونه وكبريائه. صقر، لقد خضنا معه الكثير من الحروب، ولكن كانت مع متمردين يبتغون القضاء علينا. أما اليوم فلماذا نتحدى الخليفة ونشتمه أمام العامة؟ لأسباب نستطيع أن نحتج عليها ونرفضها دون أن ندفع الخليفة للحرب علينا. أأنت راض عن هذا؟ نحن نقدر إخلاصك له يا صقر، بل ونعتز به أيضا، ولكن يجب أن يكون إخلاصك لمصلحة البلاد أكبر. فلا تنسى أننا إخوته، ولكنه لم يترك لنا خيارا، إما أن نخوض حربا لا قدرة لنا عليها أو نرضي الخليفة ونجنب أنفسنا الدمار، وهذا لن يكون إلا بما نحن مجتمعون عليه. وأطمئنك بأنك ستحافظ على منصبك. لا تنظر إلي هكذا، ففي هذه الظروف اعتبر هذا تكليفا وليس تشريفا، ولا حتى رشوة كما تظن. أرى أنكم أعددتم كل شيء. وسننفذ ما أعددناه بقبولك أو برفضك، ولكننا نأمل في قبولك حقنا لدماء جيشك، فهم أخوتنا ولا ذنب لهم. وكما قلت لك أننا سننحيه عن الحكم دون أن يمسه أي أذى. أتظن نفسك أحرص منا على حياة أخينا؟ ومع ذلك أوعدك بأن ترافقه بنفسك إلى مكان إقامته. أعفني من هذا،
فلن أقوى على النظر في عينيه. سأعتبر هذا قبولا منك. طوبى لنا من دعاة سلام وحقن دم. الدواء يا مولاي. إنهم معي. عفوا يا مولاي، غير مسموح بدخول المسلحين. دعوهم دعوهم يدخلون، إنها أوامر الأمير. أنت ذا هنا وقد أمرتك بالرحيل إلى تونس اليوم. جئت لتوديعك يا أخي. إني أتساءل ماذا بقي من حلاوة الدنيا حين يقبل الأخ على أخيه كما تقبل علي الآن أنت به يا ابن أمي وأبي. كف عن هذا، أنت تعلم جيدا بأني لا أملك أن أتراجع أبدا. إن كنت رأيت في وجهي توسلا لما أشد غباءك. إن أردت
وقبضت سيفك فهو لك، ليس انتقاصا من قدرتك على قتالي بل إكراما مني. قدرتي وأنا مريض؟ إنك تريد أن يقال إنك قاتلتني دفاعا عن نفسك وهزمتني بشرف، ولكن هيهات، ستظل لعنة قتلك لأخيك المريض والأعزل عارا يطاردك طوال حياتك. لما قتلته؟ أيها الأحمق، نتقاتل قبل مقتل الأمير، فهل نفعل هذا بعد قتله؟ وعدتني بألا تقتله، لقد خنته وجعلت مني خائنا، فإن كنت تقدر أن تحيا خائنا فأنا لا أقدر، فإما أن تقتلني أو أقتلك. أغلقوا مداخل القصر وفتشوا عن حبيب، وأنتم اتبعوني. القصر يا مولاي. ويحك، ما فعل هذا؟ عمك إلياس ومن معه؟ أبي، إنه مريض
يجب أن ألحق به. مولاي، لقد قتل الأمير وانتهى الأمر. القدر، القدر، إلياس، اللعنة عليك يا إلياس، إني قاتلك. مولاي، يجب أن تعرف أنك إن ذهبت إليهم قضيت على ملك أبيك وحكمه، وإن أنقذت نفسك فأنت تنقذ البلاد والناس معك. مولاي، أنقذ نفسك وأهلك، اذهب إلى المخرج السري. هيا يا مولاي، هيا. وأنت؟ سألحق بك وأكون خلفك. أين صاحبك؟ هل فر وتركك وحيدا تدافع عن أبيه؟ الجبان، الجبان هو من يغدر بأخيه ليلا ويقتله في فراشه، وكأن الدماء التي سفكها هي ليست دماءه. بالطبع لا، لست ندا لك، فأنا يكون لي أن أكون بهذه الدناءة؟ ذق طعم سيفي إذن. والله لطعم سيفك عندي أحلى من النظر في وجهك أيها الجبان الغادر.